بعد ما انهينا الكاينيتيك ثيوري والنيو ديفينيشنز التمبرتشر والبريشر، ما عدنا دلوقتي مع ظاهره طبيعيه اسمها الايفابوريشن. عشان نفهم الايفابوريشن تعالوا نتخيل حوض فيه ووتر. تعالوا نبص على الووتر مولكيولز اللي قدامي، في منها مولكيولز في الداخل في البلك، وفيها مولكيولز على السطح على السيرفيس. زي ما اتفقنا قبل كده ان بتكون في فورسز ما بين المولكيولز وبعض. اذا مولكيولز السيرفيس هي تعتبر الى حد ما ممسوكه بالمولكيولز اللي تحتها. المولكيولز دي تكون مختلفة في الكاينيتيك انرجي بتاعتها، فمنها الكاينيتيك انرجي العالي ومنها الكاينيتيك انرجي المنخفض. عندي بداية من الشمال الموليكيولز الكاينيتيك انرجي بتاعتها 3 و10 و5 و10 و6، واضح التفاوت في كم الكاينيتيك انرجي اللي عند كل موليكيول. لو بصينا على الموليكيولز اللي تمتلك كاينيتيك انرجي 10 وهم اعلى كاينيتيك انرجي موجودة، الاثنين موليكيولز دول بالذات عندهم القدرة ان هم يكسروا البوندز مع الاذر مولكيولز ويهربوا من السيرفيس. هي دي عملية الايفابوريشن، تمكن الهايلي انرجيتك مولكيولز من الهروب على السيرفيس بانها تكسر البونز مع الاذر مولكيولز. Evaporation is the change from liquid into a gas at any temperature below the boiling point. How evaporation happens؟ ازاي بيحصل الايفابوريشن؟ زي ما قلنا قبل كده energetic molecules escape from the surface of the liquid as they have enough energy to overcome intermolecular forces in the liquid. هنا لازم ندرس مقارنة ما بين حاجتين ربما يختلطوا علينا لتشابههم، comparison between evaporation and boiling. اول حاجة بيقولي evaporation is the change from liquid into a gas، في نفس الوقت الboiling برضو is the change from liquid into a gas. اما الفرق، الفرق الاول في الevaporation ان الevaporation at any temperature below the boiling point، عملية الevaporation بتحصل في اي temperature اقل من الboiling point، ما بتلتزمش بالboiling point، بينما الboiling at the temperature of boiling point لازم تحصل عند الboiling point بالأخص. الevaporation for surface molecules only، الevaporation بيحصل للmolecules اللي على surface بس، بينما الboiling بيحصل للmolecules كلها for all molecules on surface and in the bulk. الفرق الأخير ولو إنه الأقل أهمية، في الevaporation ما بيبقاش فيه bubbles بينما في الboiling بيكون فيه bubbles. هل يا ترى ممكن أسرع عملية الevaporation؟ أقدر أخليها تكون أسرع؟ في factors increasing evaporation rate of a liquid. رقم واحد increasing temperature، كل ما الجو كان اكثر حرارة بتكون عملية الevaporation اسرع. increasing temperature as it increases kinetic energy of molecules. كمان increasing the surface area. This gives a greater chance of escaping. لما بزود السيرفيس area بزود عدد المولكيولز اللي على السيرفيس، فبزود فرصة الهروب من الليكويد. كمان pass air current on its surface. Air carries escaped particles and does not let them go back. الاير بيدفع البارتيكلز اللي هربت بعيد عن جسم الليكويد. النقطة اللي بعد كده هندرس explaining the cooling effect of evaporation by kinetic theory. من المهم ان احنا نعرف ان عملية الايفابوريشن بتسبب تبريد للسبب الآتي. لو بصينا على الموليكيولز اللي كانت عن السيرفيس اللي هم 3 و10 و5 و10 و6، في الواقع اللي تمكن من الهرب هم الأعلى انرجيتك اللي هم 10 و10. بعد ما هربوا أصبح اللي موجود هم الأقل كاينيتك انرجي اللي هم 3 و5 و6. ده معناه إن الأفريج كاينيتك انرجي بتاعة الليكويد قلت، وبناء على الديفينيشن اللي احنا لسه درسينه للتمبرتشر إن التمبرتشر بتاعة الليكويد لازم هي كمان تقل. بيشرحها لي كالآتي: energetic fast molecules escape with their high energy, decreasing the average kinetic energy of the liquid, so temperature decreases. أمثلة على evaporation في الحياة: sweating cools the hot human body by evaporation. السويت بيبرد جسم الإنسان عن طريق إنه بيتبخر. Liquids kept in pots made of porous materials evaporate from the surface of the pot, thus causing a cooling effect. الأواني الفخارية الليكويدز بتطلع على السيرفس فبتبدأ تتبخر وتسبب تبريد للإناء نفسه والمية اللي جوه الإناء. Hanging the wet clothes causes them to dry and they become cold. وأخيرا volatile liquids are used as aftershave as they produce strong cooling effect due to rapid evaporation. الaftershave بيسبب لسرعة تبخره بعملية تبريد للجلد.
الجزئية الرابعة والأخيرة في درس النهاردة وهي كيفية وصف الجازز في الفيزيكس بالبريشر والفوليوم والتمبريتشر والعلاقة ما بينهم الثلاثة PVNT of gases. أي جاز في الفيزيكس بيتوصف بثلاث أشياء البريشر والفوليوم والتمبريتشر. هنبدأ بدراسة العلاقة ما بين البريشر والفوليوم. ولدراسة العلاقة ما بين البريشر والفوليوم لازم التمبريتشر يكون كونستنت. براكتيكالي في أي شيء في الفيزيكس لو عايزين نعمل علاقة ما بين تو variables لازم كل المتغيرات الأخرى تكون كونستنت عشان نحصل على علاقة صحيحة. من الواضح إن أنا كل ما نقص الفوليوم لجاز بتزيد الكوليجنز مع الانر وولز اوف ذا كونتينر، بمعنى آخر البريشر بيزيد. إذا أقدر أقول بكل بساطة إنه هما inversely proportional لبعض، بمعنى ان كل ما قل الفوليوم كل ما زاد البريشر بسبب زيادة الكوليجنز مع الانر وولز اوف ذا كونتينر في مساحة صغيرة. ماثيماتيكالي بيعبر عن الانفيرس proportionality دي برول وهي PV لازم تكون constant مهما تغير البريشر وتغير امامها الفوليوم. بشكل اخر P1V1 equal P2V2، يعني حاصل ضرب البريشر في الفوليوم قبل التغيير إيكوال حاصل ضرب البريشر في الفوليوم بعد التغيير. طبعا هنا also mass is constant، لازم نكون حريصين انه احنا بنصغر الفوليوم او بنزود البريشر مفيش مولكيولز بتهرب. ايه كمان مطلوب مني؟ ايه العلاقة ما بين البريشر والتمبريتشر؟ طبعا لدراسة العلاقة ما بين البريشر والتمبريتشر لازم الفاكتور الثالث يكون كونستنت وهو الفوليوم. لو جبنا السيلندر في جاز وبدأنا نسخنه بدون تغيير الفوليوم يعني at constant volume، هتبدأ الموليكيولز تتحرك بشكل أسرع. حركتها بشكل أسرع سيسبب كوليجنز أكبر بشكل أقوى مع الانر وولز اوف ذا كونتينر، وده معناه ان البريشر هيزيد. اقدر اقول بشكل بسيط انهم دايركتلي بروبورشنال، بمعنى كل ما زودنا التمبريتشر على جاز كل ما البريشر زاد. بشكل رولز بنقول P over T equal constant. بشكل آخر P1 على T1 equal P2 على T2، حيث P1 وT1 هما البريشر والتمبريتشر قبل التغيير، P2 وT2 هي التمبريتشر والبريشر بعد التغيير. كذلك بيفكرني ان الماس لازم تكون constant، بس هتواجهني مشكلة هنا وهي ان التمبريتشر اللي انا بقيسه ده مش بيكون بالسيليزيوس اللي انا عارفه، وانما بسكيل جديد خالص للتمبريتشر اسمه الكلفن. ايه قصة الكلفن؟ لما جينا نعمل علاقة ما بين التمبريتشر والبريشر عشان تكون رول P1 over T1 equal P2 over T2 صحيحة، لازم يكون العلاقة ما بينهم straight line passing through the origin. لما جينا نعمل experiment ونرسم الجراف لتغير البريشر مع التمبريتشر، الحقيقة طلع straight line بس مع الداش بالorigin، بمعنى even at 0 degrees Celsius بيكون في pressure، البريشر مش بيكون بزيرو. هذا الشيء هيخالف عندي قاعدة P1 على T1 equal P2 على T2 ومش هيجعلها صحيحة. عشان تكون صحيحة لازم نشوف امتى بيكون البريشر بزيرو، but when do pressure become zero. فبنبدأ نمد الخط لغاية ما يتقاطع مع التمبريتشر اكسس، بنلاقي ان هو بيتقاطع عند رقم نيجاتيف 273 ديجري سيليزيوس. نيجاتيف 273 ديجري سيليزيوس هي التمبريتشر اللي البريشر بيكون عندها بزيرو. عشان كده هنبدأ نختار سكيل جديد بيبدأ من نيجاتيف 273 ديجري سيليزيوس وكأنه هو الزيرو بتاعي. فبيقولي طبعا ان إجابة سؤال when do pressure become zero هنلاقي ان هي إجابتها at negative 237 degree Celsius. What is special about this temperature؟ ايه الشيء المميز في التمبرتشر دي؟ التمبرتشر دي بنفترض فيها ان البريشر هيصبح زيرو، بمعنى ان ما اصبحش في collisions ما بين المولكيولز والانر وولز اوف ذا كونتينر، بنسميها الابسوليوت زيرو او الزيرو كلفن. Negative 237 degrees Celsius is scientifically defined as the absolute zero or zero Kelvin. At this temperature, the molecules are considered to be at rest with zero speed and zero kinetic energy. في التمبرتشر دي بالأخص بنفترض ان المولكيولز توقفت تماما عن الحركة، ملهاش speed، ملهاش kinetic energy، عشان كده ما بيكونش في collisions مع ال inner walls of the container، فبالتالي البريشر بيكون zero. ازاي ممكن احول درجة حرارة من السيليزيوس للكلفن؟ ديجري كلفن equal degree Celsius plus 237. What happens to pressure when Kelvin temperature increases? As temperature increases, molecules gain kinetic energy, so they move faster, causing harder and more frequent collisions with the inner walls of the container. So pressure increases. كل ما الكلفن temperature زادت كل ما المولكيولز تحصل على kinetic energy أعلى، تصطدم أقوى وبشكل متكرر مع الانر walls of the container وتزيد البريشر.
جزئية تابعة للبريشر والفوليوم والتمبريتشر وهي اكسبيرمنتس. اتنين اكسبيرمنتس بسيط جدا. اول اكسبيرمنت للعلاقة ما بين التمبريتشر والبريشر، بنجيب الاباريتس اللي قدامي دي عبارة عن فلاسك فاضية او بمعنى اصح جواها اتموسفيريك اير ومعها ثرمومتر ومكانهم داخل كونتينر للووتر متوصل بالفلاسك جهاز لقياس البريشر. بنبدأ ان احنا نسخن الووتر فبتبدأ التمبريتشر تعلى. Air is enclosed in a flask to keep its volume constant. Water is heated so air heats up. The burning gauge measures the pressure of the gas. بنبدأ نسخن المية فالتمبريتشر بتاعت الاير اللي جوه الفلاسك هي كمان بتعلى. بنقيس التمبريتشر بالثرمومتر والبريشر المقابل بالبريشر جاوج. Take several readings of temperature against pressure. بناخد قرايات متعددة لتمبريتشرز مختلفة والبريشر المناظر. طبعا هيطلع لي نفس الجراف اللي احنا ناقشناه في الجزء السابق. اكسبيرمنت تانية لقياس العلاقة ما بين التمبريتشر والفوليوم، بنجيب كابيلري تيوب وبنحط فيها دروب اوف سلفوريك اسيد، قطرة من السلفوريك اسيد. طبعا بيكون تحتها ترابت اير، اير محبوس ما بين الدروب وما بين نهاية التيوب. بنحطها داخل ووتر كونتينر ومعاه ثرمومتر وبنبدأ نسخن. The drop rises up in the tube. اول ما بنبدأ نسخن بتبدأ النقطة تعلى جوه التيوب. Volume of trapped air increases by heating water. The length of the air column is measured for different temperature. بنقيس التغير في الفوليوم من خلال التدريج اللي على التيوب مع تغير التمبريتشرز المختلفة. دي اكسبيرمنت بتوضح ازاي ان التمبريتشر لما بتزيد الفوليوم اوف الترابت اير هو كمان بيزيد. نظرة سريعة اللي احنا خدناه النهاردة في هذا الدرس. اول حاجة درسنا الكاينيتيك ثيوري والاسامشنز بتاعتها واثبتنا كل واحدة فيهم على حدة بظواهر موجودة في الحياة. خدنا نيو ديفينيشنز كانت تتضمن ديفينيشن جديد للتمبريتشر وديفينيشن جديد للبريشر. اخدنا الايفابوريشن بجميع تفاصيلها. كمان درسنا ازاي يمكن وصف اي جاز في الفيزيكس من خلال البريشر والفوليوم والتمبريتشر. خدنا العلاقات ما بينهم وبين بعض، وكمان اكسبيرمنتس نقدر نثبت بيها العلاقات اللي ما بينهم.